السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المبرمج أحمد محمدي وحلقة جديدة من كورسنا، كورس تعلم البرمجة باستخدام لغة تايب سكريبت. والنهارده هنبدأ الحلقات العملية فعليا باستخدام لغة تايب سكريبت، فخليكم معنا. مبدئيا كده في بعض الناس ارسلوا لي وطلبوني ان هم يعني بيتضايقوا من شكل الكتابة على الباك جراوند السوداء اللي انا بستخدمها ديت في الايديتورز بتاعتي، بس انا يعني بستسمحهم دي لي بسبب اسباب طبية، فيعني مضطر ان انا استخدم الباك جراوند السوداء. لكن انت لو في الايديتور بتاعك مش بتحب ان الباك جراوند بتاعك تبقى دارك مود كده، هو ممكن تغيرها بسهولة بانك تيجي فايل، او لو انت عندك جهاز ماك هتلاقي فيه هنا كود، وبعد كده هتروح على بريفرنسز وكالر سيم، وعندك كل السيمز اللي ممكن تستخدمها. اهوت ممكن تستخدم اللايت بتاع الفيجوال ستوديو او اللايت الديفولت لايت، شوف شوف هتبقى هي فاتحه. في ناس اتعودوا، انا كنت زمان بشتغل على الفاتح، مش عارف اشتغل على الغامق ابدا، لحد ما يعني بسبب حوار طب يعني فقررت ان انا لازم اريح عيني، وهو بصراحة الدارك مود مريح للعين اكتر، وده من وجهة نظر طبية يعني. لكن انت لو نفسيا مش مستحله ممكن تستخدم اللايت مود زي ما قلت لك دلوقتي، وتفتح الشاشة زي ما انت عايز، وهتلاقي حتى في حاجات مش فاتحة قوي، حاجات مش غامقة قوي، ان بتوين يعني، وتقدر تستخدمها في بناء اكوادك وانت فاتح الايديتور بتاعك. هنيجي كمان نروح على الاكستنشنز، اهوت الشعار دوت اكستنشنز، ولو ما انت شغال ماك هتلاقي في كود اكستنشنز عادي من التابة بتاعت كود. هننزل اي اس لينت، ممكن تعمل على سيرش اي اس اهيت لينت اهي ديت، برضو زي الاكستنشن قبل كده اللي قلت لكم نزلوه، ده بيخلي كتابتك للكود يعني فيها كواليتي اكتر، وبيساعدك ان هو ايه تلاقي الاخطاء وكده، ساعات بيعملك ري ارينج للكود، فاعمل له انستول. في بقى حاجات ممكن تدلع بيها الكورس بتاعك او سوري تدلع بيها الكود بتاعك، زي في مكتبه اسمها ماتيريال دار او سوري ماتيريال ايكون سيم، ماتيريال ايكون سيم تقدر تستخدم في البروجكت بتاعك ايقونات زي ديت من داخل المكتبه، ماشي تبقى ظريفه جدا. نعملها انستول تمام كده اهوت. ممكن كمان في مكتبه اسمها باس انتليسنس اهيت، وباس انتليسنس دي بتساعدك في كتابه الكود بسرعه، يعني شايف اهو لينك تك جاي مكمل لك الجمله على طول، لو مثلا بتكتب بس شورت كات الحاجه فهو بيقوم جاي مكمل لك الكود بالكامل، ودي من المكتبات اللي انا بحب انها تكون موجوده في الكود بتاعي، فهنعمل لها انستول هي كمان. وللناس اللي بتحب تكتب كود منظم وشكله حلو كده زي حالاتي، في بريتير المكتبه ديت بتساعدك في انها زي بتقول ري ارينج الكود باستمرار، تخلي الكود بتاعك يعني منسق بشكل كبير، بحس يعني انا دايما بحس ان بحب ان الكود كله في كل انحاء السيستم يكون ايه نفس الميه ونفس الشكل ونفس الاداء، فخلينا كده نعمل المكتبه دي كمان انستول. لو عارف تعرف تستخدم المكتبه دي ازاي بكل بساطه، هتيجي هنا فايل وتروح بريفرنسز وكيبورد شورت كاتس، وتبدا تكتب فورمات دوكيمنت او فورمات اس، فهي لك هنا فورمات دوكيمنت شيفت زائد الت زائد اف، لو شفت لو دوس شيلت والت واف هيري فورمات الدوكيمنت بتاعك ايه مره واحده باستخدام المكتبه الرائعه اللي احنا لسه منزلينها دي دلوقتي. كده انت تقدر تكتب كود بطريقه اسهل وبطريقه اريح وبطريقه تخليك تحس انك بتعمل حاجه لذيذه وانت بتشتغل الكود بتاعك. تعالوا نرجع تاني للبروجكت بتاعنا، وده البروجكت اللي احنا كنا اشتغلنا فيه الحلقات اللي فاتت، بس هنكتب بقى حاجات من جديد ونحاول يعني زي بتقول كده ايه نبدأ من تحت الصفر خالص عشان نساعد الاخوة المبتدئين معانا ان هم يقدروا يفهموا الكورس دوت معانا. لو جينا مسحنا المكتوب في ال HTML دوت وبس كتبنا هنا HTML واخترنا HTML5 هتلاقيه راح عمل لك بالظبط صفحه
كامله من ال HTML وكتبها لك يعني زي ما تقول جاهزه انك انت تبدا تحط فيها ايه الاكواد بتاعتك مره واحده. ودي فايده البلاجنز اللي احنا كنا نزلناها في بدايه الحلقه. ممكن في التايتل هنا نكتب مثلا تايب سكريبت مثلا ايه هلو وورلد كده، بنكتب اول صفحه لينا باستخدام تايب سكريبت. طبعا الباك اند فايل اللي بيبقى مكتوب بالجافا سكريبت عشان ندخله ممكن نكتب هنا كلمه سكريبت على طول، وهيطلب منك طبعا الاس ار سي اللي هو اللي بتكتب فيه عنوان الملف بتاعك. هيبدا يختار من الملفات اللي احنا كاتبينها هنا، بس احنا هنعمل الملف جديد ممكن نسميه اب دوت جي اس ماشي، وممكن نديله ديفر كاتريبيوت اوكي، ونقفل السكريبت ده. طب كده يبقى احنا قلنا له ان هو هيشتغل في الباك جراوند بتاعه الفايل app.js. احنا بقى هنيجي هنا ونضيف ملف ونسميه app.ts، ده اللي هنحوله بعد ما نشتغل عليه لapp.js. هنبدا نكتب بقى الجمله اللي بتتكتب في اول كورس بتاخده، هنكتب هنا console.log عشان يتخزن فيه ملفات اللوج اللي هو المخزن بتاع اللوج اللي كنت قلت لكم عليه، اللي بيبقى موجود في كل براوزر في الباك اريا بتاعه. بيبقى كل براوزر كل صفحه كل براوزر بيحدد لكل صفحه انترنت مكان كده، بيبقى مخزن بيتخزن فيه اي بيانات انت عايزها وبتتعامل بيه عن طريق الميثود اللي اسمها لوج ديت. ممكن نيجي هنا نكتب هلو وورلد اوكي. هنيجي هنا بقى طبعا هنروح لل تي اس سي اللي هو التايب سكريبت كومبايلر، ونعمل هنا فايل سيف اول عشان نتاكد الملفات بتاعتنا اتسيفت، ونيجي بقى نكتب له تي اس سي و ابي بي دوت تي اس، ونضغط انتر نرن الموضوع دوت، نكومبايل ال app.ts ل app.js. طيب افرض انت يعني في ناس قالوا لي ان هو لما كتب tcs جاله رساله بتقول له cannot recognize tcs يعني هو مش فاهم tsc، ففي امر كده هوت لو فتحنا الصفحه بتاعه تايب سكريبت على الموقع بتاعهم الرسمي هتلاقيه بيقول لك to run the compiler via tsc اكتب mbx tsc. هو انا متعود ان انا بكتب tsc بس تقريبا الفيرجن ده في حاجه خلت بعض الناس لازم يكتب mbx رسميا، يعني المفروض تكتب mbx قبل tsc، فعشان كده انا النهارده هنكتب mbx هنا قبل tsc. يعني اللي بيشتغل tsc لوحده كده من غير اي مشكله اوكي، اللي ما بيشتغلش اكتب nbx tsc app.ts وضغط انتر. هيقول لك need to install the following package اوكي اوكي يس مش مشكله. فانا عندي كنت حدثت الباكج القديمه اهوت، هو عامل الباكج تاني وجاب لي ال app.gs. لو رحت على app.gs اهوت هتلاقيها لو وورلد. لا هو نفس الكلام، احنا بس ايه بنجرب اللغه. طبعا لو رحنا على اندكس html هتلاقيه بيقرا في ال app.gs. هنعمل سيف، طبعا لو مفيش حاجه تتسيف سوري، هنروح على الفولدر اللي فيه الشغل بتاعنا وهنيجي على index.html ونرنه كده اهوت. فتح صفحه بيضه طبعا احنا مش عاملين اي حاجه، بس لو دوست F12 هتلاقي في الاريا بتاعت الكونسول اللي احنا شغلناها قبل كده كلمه هالو وورلد. وبكده يبقى احنا عملنا اول خطوه من خطوات بناء التطبيقات باستخدام تايب سكريبت. ويا ريت اللي عنده استفسار من اي نوع يسيبه في الكومنتس بوكس تحت الفيديو. اتمنى ان الناس تدعم القناه بعمل لايك وشير وسبسكرايب. في النهايه بتمنى للجميع التوفيق، كان معكم المبرمج احمد محمدي، والى اللقاء في حلقه قادمه، ودمتم في رعايه الله وحفظه.